طبعا واضح الاقبال اللي انا شايفه لسه طبعا بدري شويه عكس امبارح، جاي زخم النهار بعد نص يوم النهارده الاجازه اللي معمول بلدي، ولكن الاقبال عاده في القاهره ما بيبقاش زي باقي المحافظات اللي هي زي ما شفنا في امبارح، زي ما شفنا الدقهليه الشرقيه الغربيه بورسعيد، الاماكن دي فيها حتى جنوب سيناء شمال سيناء كان فيها اقبال امبارح. يعني بشكل عام المرحله الثانيه واضح انها تكون افضل من المرحله الاولى، واحنا طبعا بنكمل خريطه المستقبل زي ما احنا بنقول. النهارده اليوم الثاني، والاهم ان هو اي حد يعني ليه صوت بينزل عشان يدي رايه لاي حد هو عايزه كيفما شاء، ما حدش بيوجه ناخب ينتخب مين، ولكن اللي هو شايف مصلحه البلد افضل يعمله.